أوه، ما هذا الجمال وما هذا الدلال هنا في منبع النهر الأزرق الذي يجتاح الأروقة والأجواء. لابد من احتساء رشفات من المياه العذبة الصافية في كل ينابيع البوسنة. إذا ما سويت شيء ما كان كيت وصلت للبوسنة. ها هو منبع النهر الأزرق هنا في منطقة ترافنيك على بعد ساعة واحدة من العاصمة سراييفو، وهنا مقابر المسلمين ومجرى النبع الصافي. زين، هذه هي الأجواء. منبع النهر الأزرق هنا في ترافنيك كما أسلفنا، ولا زلنا هنا نتجول ونستمتع بهذه الأجواء والينابيع الصافية الحالمة جدا. كشك للبيع والجلسات. منبع النهر الأزرق في ترافنيك. أجواء. هنا لا زلت أحبتي الأكارم في منبع النهر الأزرق في هذا النبع في ترافنيك. وهناك يبنون فندق جميل، ينابيع صافية غزيرة جدا في منبع النهر الأزرق. بعد البط والوز ها هي الأسماك هنا تجتاح الأروقة في منبع النهر الأزرق. ها هو النبع الصافي جدا في ها هو عزيزوف يدعوكم لزيارة منبع النهر الأزرق هنا في قلب مدينة ترافنيك على بعد ساعة وربع من إنيجة وساعتان من المدينة القديمة هناك في قلب سراييفو. تحياتي وأشواقي لكم أحبتي الأكارم متابعي قناة عزيزنهو في منبع النهر الأزرق في ترافنيك. ها هو النبع الصافي الساحق الماحق هنا في النهر الأزرق في قلب مدينة أو منطقة. ما هذه الأجواء العاصفة جدا. نودع في هذه الآونة منبع النهر الأزرق هنا في ضواحي منطقة ترافنيك في وسط جمهورية البوسنة والهرسك. حاليا هنا في سوبر ماركت في ترافنيك، وهناك شلال كرافيتسا ثاني أفضل شلال في البوسنة بعد شلال، والله في تحدي بنشوف أي شلال يتفوق. ولا زالت رحلتنا أحبتي الأكارم في منطقة ترافنيك مستمرة ومتواصلة ومتجددة بكم ومنكم. هنا في أسواق سوبر ماركت بينغو في قلب منطقة ترافنيك. سوبر ماركت بينغو